بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن ناصر، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لكم الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامة عرابي، كابتن علي عبد الرحمن وكابتن احمد. نور يا كابتن. نور يا كابتن. احداث تحكيميه النهارده كتيره كابتن ايمن، اختبارات تحكيميه اللي هي طاقم التحكيم بالكامل، سواء كان حكم الميدان او الحكام المساعدين او حكام الفار. خلينا نروح الاول لطاقم التحكيم النهارده اللي كان موجود كابتن ايمن. كان عندنا الحكم الدولي محمد عادل اللي كان النهارده اعتقد من وجهه نظري ادار المباراه بكفاءه، بخصوص المعايير احتساب المخالفات والعقوبات الانضباطيه. ايضا عندنا كان سمير جمال كان المساعد رقم واحد، وايضا كان هايل جدا جدا النهارده سمير، واحمد توفيق المساعد رقم اثنين. نفس الشيء الثلاثه كانوا النهارده على قدر كبير جدا من المسؤوليه. كمان حكام الفار كان محمود بسيوني وكان مع مصطفى الشهدي، ادوا دورهم في غرفه الفار. والحكم الرابع كان مبروك نبيل، قدر ان هو النهارده يعني طبقا للقانون يقدر ان هو يسيطر على المنطقه الفنيه. هنشوف الحالات اللي هنا عندنا كابتن ايمن، يمكن حالات كثيره جدا جدا، لكن انا خدت اهم الحالات اللي هي خاصه بالمباراه والاختبارات التحكيميه. هنروح للحاله الاولى ونشوف هنا في تعطيل. نشوف هنا الشناوي كره بنقول ان هو ممكن يبدا هجمه من الثلث الدفاعي، وسهل قوي هنا اللاعب بيراميدز هنا بيقطع بايديه، وبالتالي هنا طبقا للقانون هنا محمد عادل لم يتردد في اشهار البطاقه الصفراء طبقا للقانون، وقرار صحيح لمحمد عادل. نروح للحاله اللي بعد كده. شوف حاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا، قدره الحكم على التوقع. هنا في مخالفه كابتن ايمن، وقلنا دايما مخالفه انت كحكم ما تخافش، لانك انت الانذار هترجع تديه تاني. هو هنا عمل ايه؟ سمح باستمرار اللعب، نشوف ونمشي اللعب خلاص، المخالفه موجوده والتهور موجود. هو عمل محمد سمح باستمرار اللعب، وهنا ادى الافضليه. وهرجع تاني بس عشان بس نقول ان هنا قراره كان قرار صائب. ماشي، نمشي شويه ونشوف الهجمه نروح للهجمه تاني. تمام، نمشي الكره ونشوف، هنلاقي هنا كان في هجمه للنادي الاهلي. ايوه هنا، وهنا عندك مساحه كبيره جدا كابتن ايمن، هنا ممكن النادي الاهلي يروح ويجيب هدف او عنده فرصه للهدف. هنا رجع عندما توقف اللعب واشهر البطاقه الصفراء للتهور. ده بنقوله الحكم اللي هو فاهم وعنده التوقع للعب. الحاله اللي بعد كده ونشوف. شوف هنا حاله من حالات، البعض يقول هنا في بطاقه حمر. خلي بالك يا كابتن، هنا في يمكن شعره ما بين الصفرة والحمرة هنا بسبب الدخول. يعني هنا لو الستارز موجود كابتن ايمن في الدخول في الحاله ديت، حاول الحمرة تبقى مباشره، ولكن هنا اقصى درجات التهور يمكن في اللعبه، لان هنا الركبه الاول راحت قللت شويه من الـ القوه وقللت شويه من السرعه، ولكن هنا كان البطاقه الصفراء كانت هنا. بس بعد اذنك كابتن معلش، ممكن نجيبها الصوره الثانيه. ستارز جزمه فين؟ انا معاك، بس هو قبل الستارز يا كابتن كان في الركبه راحت الاول، فدي قللت شويه هنا، يمكن الركبه هنا راحت يا كابتن ايمن، راحت في الاول، قللت شويه من القوه ومن السرعه طبقا للقانون. بس بص يا كابتن، ده كانه 3 في 1، ادي كوع ركبه، ماشي انا معاك، وستارز الجزمه هنا، الكوع هنا نازل فين؟ هنا نازل على الكتف. تمام كابتن ايمن، انا قلت ايه؟ انا قلت دي اقصى درجات التهور، هي شعره صغيره جدا وكان ممكن الحكم يدي فيها بطاقه حمراء، لكن انا همشي معاه في البطاقه الصفراء في هذه الحاله. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده ونشوف. هنا قرار الحكم مساعد رقم واحد كان سمير جمال، وهنا طبعا على طول اوتوماتيك هنا اشار، عمل الدليه طبقا للقانون، وبعدين اشار بالتسلل، وطبعا القرار هنا قرار صحيح سمير جمال. انا بحيي النهارده حكم مساعد، كان النهارده على قدر كبير من التركيز والتمركز الجيد. نروح للحاله اللي بعد كده نشوف هنا الحاله دي، وده اللي انا هحاوله بقى كابتن ايمن. في عندنا اللعب العنيف، يعني هو اوريدي كان دونج عنده بطاقه صفراء على فكره، وبعدين التفاصيل عند الحكم هنا في اللعبه دي كابتن اسامه مش موجوده قوي، يعني هو ما شافش
اللي السارس راح فين بالظبط؟ هل راح في اسفل القدم؟ هل راح فوق في الانكل من فوق؟ لكن لما نيجي نشوف هنا للسارس هنا نشوف فوق هنا منطقه مش محميه، وهنا الدخول بالاسترزات بنقول عليه لعب عنيف، وبالتالي كان يستوجب بطاقه حمراء مباشره. هو هنا ده صفرة وده صفرة وده بطاقه حمراء، ولكن هنا محمود باسيوني وبشير دي حكم الفار استدعاه وجابه وشاف وتاكد ان دي بطاقه حمراء مباشره. تختلف تماما لما انا ادي انذار، في انذار في بطاقه حمراء في العقوبه كابتن ايمن، ايوه، ولما بدي حمراء مباشره كويس. فهنا الفار هنا محمود باسيوني كان عنده فهم للقانون ان دي بطاقه حمراء مباشره. طب نوضحها، الاختلاف في ايه بالظبط يا كابتن؟ بص كابتن، انا هنا للسارس لما بروح بالسارس فوق في سواء كان في الانكل او سواء كان في القصبة في الرجل او في السمانه، دي منطقه مش محميه كويس. لما بروح بقوه وبسرعه بنقول عليه لعب، هو عاوز يلعب ولكن صح. لم ينجح في لعب الكوره. وهنا لما هنا بنقول ايه، حكم اثنين، يا يلعب باهمال يا يلعب بتهور يا يلعب باستخدام كويس. قوه زايده كويس. هذه الحاله بتندرج طبقا للقانون استخدام القوه الزائده لانه لم ينجح في لعب الكره. الاختلاف في العقوبه بقى، العقوبه باختلاف اكيد في الايقاف، يعني اعتقد في مباراه مثلا او في مباراتين مباراة. يعني انا لو النهارده بدي انذار في انذار في بطاقه حمراء ده بياخد ايقاف مباراه واحده، هياخد مباراه. بالنسبه للبطاقه الحمراء طبقا للجنه المسابقات ممكن ياخد مباراتين، وممكن ياخد مباراه واحده. لا ما اعتقدش ياخد مباراه واحده، لان البطاقه الحمراء بتبقى مباراتين قانون. انا بشيد بمحمود باسيوني النهارده لان هو فعلا لما استدعى الحكم كانت هي تستحق البطاقه الحمراء مباشره. نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف حاله من الحالات المهمه جدا جدا. شوف هنا الهدف، هدف للشحات، وهنا الكره، هنا مساعد رقم اثنين انا بشيد بيه يا كابتن، كان متمركز وكان شاف كويس قوي قوي الكره هنا لم تعبر خط المرمى، وبالتالي هنا الكره ما زالت في اللعب. هنلعب ونشوف هنا الكرة في اللعب، وبالتالي هنا الفار أكد على صحة الهدف، لا يوجد تسلل ولا يوجد عبور للكرة خارج خط المرمى. الحالة اللي بعد كده سريعا نشوف هنا حالة من الحالات المهمة جدا جدا يا كابتن ونشوف حالة أخلاقية. هاف كابتن شريف قال إيه؟ حالة أخلاقية. أخلاقية دي مش تحكيمية كابتن ايمن، دي حاله مهمه جدا صح. كتير من الناس مش هيقف عندها او مش هيخلي باله منها، ولكن انا جايبها مخصوص زي ما كابتن شريف كده قال، دي حاله ان كانت نموذج جيد للروح للاخلاق لان النهارده انا كنادي الاهلي في اشد الاحتياج ان انا اروح اعمل فرصه واجيب جون واروح النهارده قفشه. لو نروح نشوف قفشه عمل ايه، قفشه النهارده اعطى درس في الاخلاق صح. في الروح الرياضيه النهارده خرج الكره، على الرغم ان في حالات كابتن احمد كتير بتحصل واللاعب بيستمر وبيروح ولكن انا هنا واقف. كانت هجمه واعده كمان، خاصه ان هي كانت هجمه واعده كمان ممكن يجيب منها جول. بيراميدز عامله في الشوط الاولاني كورتين، عملت كورتين برضه. انا جايب الراجل بيرد حتى انا قفش قال لهم ايه الناس عاملين معانا الواد. كابتن شريف انا جايبها ليه الحاله دي؟ عشان عارف ليه؟ عشان فيها جول، لان انا النهارده هو مين منوط بامن وسلامه اللاعبين وحفاظ على سلامه اللاعبين؟ كابتن عادل الحكم. لما يجي النهارده لاعب يديك النموذج ده لابد احنا نشيد بيه، فانا النهارده بشيد بقفشه النهارده بعيدا عن الحاله التحكيميه ان هو وقف على الرغم ان هو كان عنده امكانيه انه يروح ويجيب هدف، ولكن هنا بشيد بيه في الاخلاق والروح الرياضيه العاليه جدا جدا، مثال يحتذى به لجميع اللاعبين اللي موجودين عندنا. نروح للحاله اللي بعد كده، تقريبا عندنا حاله هنا ابراهيم حسن. هنا بنقول دايما المدافع من فضلك ما تبقاش انت يعني بتعمل ريسك على نفسك وانت بتطلع، هنا ده خطا بنسميه باهمال صح. الدفع موجود، هو هو مش شايف ومش قصده، ولكن الخطا موجود والدفع موجود. ويمكن محمد عادل هنا نشوف هو كان قريب جدا هنا بالظبط كده، الدفع موجود في الظهر، وبالتالي هنا ركله جزاء صحيحه من الحكم محمد عادل لم يتردد فيها، ويمكن الفار اكد على القرار بان هي ركله جزاء صحيحه. بشيد بيه قرار محمد عادل في هذه الحاله ايضا، وبنقول دايما المدافع ان هو لابد ان هو يخلي باله داخل الصندوق. يعني بشكل عام كابتن ايمن التحكيم النهارده ادى دوره بشكل رائع، محمد عادل كان النهارده جيد جدا جدا، سمير جمال، احمد توفيق، محمود باسوني حكم الفار ومعاه مصطفى الشوادي، كل طاقم التحكيم النهارده كانت في اختبارات كتيره، كان في بنسبه كبيره جدا اخطاء قليله جدا، ولكن احنا نتمنى ان شاء الله باذن الله تحكيم زي ما شفناه النهارده يكون متواجد
في كل مباراه الدوري العام، وباذن الله بالتوفيق للتحكيم في المباراه القادمه كابتن ايمن. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس. شكرا كابتن ايمن. شكرا كابتن ايمن. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه اليوم والتي اقيمت بين النادي الاهلي وبيراميدز والتي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. كل التوفيق للنادي الاهلي في المباريات القادمه ان شاء الله. نحب نشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم الف شكر يا كابتن نورتنا. الف شكر كابتن ايمن، نهار لك. كابتن سامي عرابي الف شكر يا كابتن، نورتنا كابتن. شكرا وان شاء الله بالتوفيق ماتش سموحه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن عادل عبد الرحمن نورتنا كابتن. ان شاء الله هنكسب وهنكسب الماتشات اللي جايه دي كلها وهنعدي كمان وناخد الدوري بدري ان شاء الله زي يا رب باذن الله رب العالمين. كابتن احمد بلال الف شكر يا كابتن نورتنا. شكرا كابتن ايمن، نهار لك النادي الاهلي وان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي باذن الله. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وورقه تحياتي.